249/2020 المقالة رقم 2. الاكتشافات الإلهية. إنجازات أستاذ إلهي. تكرار قصير للسيرة الذاتية. ولد نور علي إلهي في جيهون أباد في 11 سبتمبر 1895 في قرية صغيرة بالقرب من كرمانشاه، مقاطعة غربية في إيران. توفي في 19 أكتوبر 1974 في طهران، عاصمة إيران. كان السيد إلهي فكراً روحياً موسيقياً وفلسوفاً وقاضياً إيرانياً. كرس حياته للبحث في البعد الميتافيزيقي، البعد الكمية للإنسان وأصل الوجود، كما أسس جامعة عملية الكمال. فئتان رئيسيتان من الاكتشافات: البحث في مجال البعد الميتافيزيقي، البعد الكمي للإنسان، البحث في أصل الوجود حتى قبل الانفجار العظيم. التفاصيل: 1. ما هو الإنسان؟ 2. لأي سبب هو موجود على وجه الأرض؟ 3. ما هي واجبات الشخص تجاه وجوده؟ 4. تمثيل ووصف هيكل الوجود وبعده، أي البعد المادي وغير المادي. 5. تفسير معقول ومقبول للعالم الآخر والجنة والجحيم وعالم الكمال. 6. الشرح العلمي للمخلوقات والكائنات الحية على الأرض والكواكب الأخرى غير المرئية لنا ولكنها تؤثر على حياتنا. 7. عرض طريق الكمال في طريقة الصعود واختلافه عن التناسخ. 8. تأسيس جامعة عملية الكمال. 9. التعقل والإصلاح المرتبط بالانضباط الروحي حسب التغيرات الحالية في عقلية الناس والبيئة الاجتماعية. 10. تفسير الروحانية النبيلة والأصلية حسب العلوم الطبيعية. 11. تصفية الحقيقة والمبادئ الأصلية والأساسية لأهل الحق، تنقية الإيمان من الخرافات وإقامة الاحتفالات الصحيحة من حيث الوقت والمنهج. وكانت نتيجة هذه الجهود والتطلعات كتاب برهان الحق، والذي تم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية من قبل البروفيسور سانت ويتماني من جامعة لندن. تفسيرات. النقطة 1. أوضح أستاذ إلهي العلاقات المعقدة التالية للمرة الأول: تفسير علمي ومعقول لبنية روح الإنسان ومكونات كل بعد من أبعاد الذات الحقيقية، وقد ألقى الضوء على الزوايا المظلمة التالية من الموضوع المذكور: ألف، عرض تشكيل الروح المعدنية والنباتية والحيوانية والبشرية وطرق التحويل من المرحلة الدنيا إلى المرحلة العليا. باء، تفسير علمي ومعقول لضرورة تكوين روح بشرية. جيم، علم الوراثة العقلية. دال، شرح عوامل الخلق السبعة. ها، تمثيل النفس السماوية وهيكلها. واو، تكوين الذات الحقيقية حتى في ظل اتصال الروح البشرية والروح السماوية. زين، العلاقة بين الذات الحقيقية والجسد وبالتوازي بين الذات الحقيقية والإله.
النقطة 2، أظهر أستاذ إلهي من خلال إظهار هيكل الوجود كله أن جميع الكواكب بما في ذلك الأرض هي بيئة مناسبة للروح لاكتساب الأساسيات والتدريب الأساسي. وفقاً لتعاليم أستاذ إلهي، يمكن للروح أن تختبر المتضادات والمفارقات في أكثر المظاهر تنوعاً في مثل هذه البيئات وتفهم الفرق بين الخير والشر من خلال عملية التجربة والخطأ. ويمكن للروح أن تستمر فيما بعد في عملية الكمال في الآخرة. النقطة 3، ولأول مرة قارن الأستاذ إلهي جميع الأديان وتصوفها وحذف أوجه التشابه وفصل الحقيقة عن الأمور الصغيرة والخرافات، لذلك تمكن من إيجاد طريقة معقولة مناسبة لتنمية الروح. لقد سلك هذا الطريق بنفسه. الأولويات القصوى في تعاليم الأستاذ إلهي هي الأخلاق والعلاقة الصحيحة مع الآخرين، واحترام حقوق الإنسان والقانون، واحترام جميع الأديان والفلسفات. ابتعد عن أولئك الذين لا يحترمون حقوق الإنسان بغض النظر عمن هم. أستاذ إلهي. أوجز الأستاذ إلهي الالتزامات الإنسانية فيما يتعلق بعملية الكمال وجعلها متاحة للجميع. لديه ثلاث قواعد ذهبية. ساعد جميع المخلوقات، البشر والمعادن والنباتات والحيوانات، من خلال العمل والنصيحة الإيجابية. حارب غرور واستمر في الانتباه إلى الله. أستاذ إلهي. نهاية المقالة رقم 2، بحث ودراسة فرامرز طابش. المصدر الرئيسي كتاب بيولوجيا البعد الكمي بواسطة فرامرز طابش. الموضوع التالي: الفلاسفة والعلماء الباحثون عن الحقيقة.